شكرا دكتور خالد على المحاضره الجميله دي، لخصت لنا كل اللي اتقال قبل كده بخصوص الانتي كواجولانت في الكوفيد. ودلوقتي بس البدايه قبل ما اقدم دكتور محمد احب اشكره واشكر الدكتوره لمياء والدكتور علي والدكتور ريهام والدكتور احمد متولي على اليومين الحلوين دول، وبالتوفيق ان شاء الله للمؤتمر. وختامها مسك مع احنا الدكتور محمد بنقول له البرنس، احنا هنقول له برنس الدكتور محمد مصطفى متولي، هيقدم لنا دلوقتي ابلاينج انتي انفلاماتوري ريليفر ان مودريت تو سيفير ازمه. اتفضل دكتور محمد. شكرا دكتوره لميس. طبعا احنا يعني بنشكركم على الانتظار معانا كده، وان شاء الله نخلص وناخد مع بعض صوره. احنا هنتكلم على الابلاينج الانتي انفلاماتوري ريليفر، الكونسبت عن استعمال الانتي انفلاماتوري اند ريليفر ان مودريت تو سيفير ازمه. هي ايه الاول السيفير ازمه اكسيربيشن؟ السيفير ازمه اكسيربيشن از episodic flare-ups of asthma that may, if severe, be life-threatening and carry a significant burden. طبعا بيبقى السيمتومز فيها بتزيد من الويزنج والشورتس اوف بريزنج والشيست تايتنس والكف، بتقل فيها البالموري فانكشنز، وبتبقى عندنا ممكن الديفرنت جريدز فيها يا مايلد يا مودريت يا سيفير. المايلد يبقى السيمتومز اند فلو ريتس جاست اوتسايد النورمال رينج، بيبقى بعد كده في المودريت فيه السيمتومز ورسن واللنج فانكشن ورسن وانكريز الشورت اكتنج بيتا اجونست يوز و emergency room visit is not requiring oral corticosteroid. واقصى حاجه واكثر حاجه اللي هي السيفير اللي فيها اليوز اوف اورال كورتيكوستيرويد واي ار فيزيت او hospitalization requiring oral corticosteroids. طيب الازمه is a chronic inflammatory disease، والانفلاميشن زي ما احنا عارفين is central في الاكسسربيشن. دي عندنا النورمال ايرويز، ودي عندنا الازماتيك ايرويز زي ما احنا شايفين كده، عندنا بيزمنت ممبرين ثيكننج، عندنا في انفلاماتوري سيلز، انفلاماتوري ايديما في الميوكوزا، وال انسبيسيتد سكريشنز في اندوليومينال هايبر سكريشن، كل الحاجات دهيت موجوده في الانفليمد عن النورمال ابيثيليوم. طبعا دي بول اوف سيلز اند ميدييتورز امبليكيتد في الكرونيك انفلاميشن اوف ازمه، انما الحاجه المهمه اللي نطلع بيها ان الايزينوفيل از ا كي بلاير سيل في الازمه انفلاميشن. وده هيفيدني في ايه؟ هيفيدني في الريسيرش، ان انا هاجي بعد كده اشوف الكرونيك انفلاميشن في العيانين بتوع الازمه واقيس السبيوتم ايزينوفيلز والبريفرال ايزينوفيليا، القاها عاليه اعرف الانفلاميشن بتاع الازمه عالي او بتقل او بتمبروف مع التريتمنت. كذلك الفراكشن اوف نيتريك اوكسايد انهيلد اكسهيلد نيتريك اوكسايد، ده مهم ان هو لما بيزيد برضه بيبقى مع الفليرنج اب اوف ازمه او اكسربيشن اوف ازمه. ففي الاستادي دهيت كانت بتقيس الفراكشن اوف نيتريك اوكسايد اكسهيلد نيتريك اوكسايد، بتقيس الافكت بتاع البرونكو دايليتورز على الفينو ليفلز في ستيرويد نايف بيشنتس. جابوا مجموعه من العيانين ما بياخدوش انهيلد كورتيكوستيرويد او استرويدز خالص، وابتدوا ادوهم بري برونكو دايليتور وبوست برونكو دايليتور يقيسوا لهم الفراكشن اوف نيتريك اوكسايد. اتفاجئوا ان بعد ما بندي البرونكو دايليتور الشورت اكتنج بيتا اجونست بيزيد الفراكشن اوف نيتريك اوكسايد، مع كده الانفلاميشن بيزيد. معنى كده ان استعمال السلبيتامول لوحده بيزود الانفلاميشن، هنا كان المين 62 بارتيكل بير مليون بقى 81 بارتيكل بير مليون. في الاستادي دهيت الثانيه كان الفراكشن اوف نيتريك اوكسايدز ما بيزيدش لما بستعمل في العيانين الانهيلد كورتيكوستيرويد بديهم شورت اكتنج بيتا اجونست ان كومباريزون للستيرويد نايف بيشنتس. فاللي بياخد انهيلد كورتيكوستيرويد واديله شورت اكتنج بيتا اجونست ما كانش بيزيد معاها الفينو. معنى كده ان هيلد كورتيكوستيرويد ليها الانتي انفلاماتوري افكت على الريسبيتوري ابيثيليوم. البيشنتس تيبيكالي سيك ايميديت سيمتوم ريليف، والحته دي اتكلمنا فيها امبارح وبنتكلم فيها في كل وقت. اي واحد زي الصداع، عندي صداع بدور على قرص بيمشي الصداع في خلال دقائق معدوده، ثلاث دقائق. وكذلك العيان، العيان بيقول 39% من العيانين في الاستادي ديت قالوا ان هم ما بيحتاجوش اي ميديكيشن لو كان they feel well ف they stop التريتمنت اوف ازما فروم ذيم سيلفز، بياخدوه بس جاست اون نيد. ده طبيعه العيان هنا وبره. و 90% منهم كان طبعا محتاجين التريتمنت يكون بروفايد immediate ريليف، مش 90% بس، ده 100% بالتاكيد الكل عاوز immediate ريليف. السوليوشن اوف ان انتي انفلاماتوري ريليفر كومباينيشن فاست اكتنج على البيتا 2 اجونست
and inhaled corticosteroid. وزي ما احنا شايفين السيمبيكورت الانتي انفلاماتوري ريليفر اون توب اوف مينتنانس بروفايدر بروفايدز برونكو دايليتيشن اند اديشنال انفلاماتوري كنترول وقلل الاكسسربيشن وبروفايدد سيمتوم كنترول. فاستعمال لو لما نيجي ندور في الجينا جايد لاينز وفي الايفيدنس بيزد ميديسن بنلقى ان في كميه ايفيدنس رهيبه في استعمال السيمبيكورت از مينتنانس اند ريليفر تريتمنت. تلقى الكل الايفيدنس بتاعه ايفيدنس ايه بما لا يدع اي مجال للشك ان استعماله ريجولار اند اون نيد بيعمل برونكو دايليتيشن عن طريق الفيرموترول اللي فيه, بيعمل اديشنال انتي انفلاماتوري كنترول علشان السينرجي ما بين الهيلد كورتيكوسترويد والفيرموترول فيه, بيقلل الاكسسربيشن وبيبروفايد سيمتوم كنترول. الاستادي دي كانت بتبين طبعا الكومبوننتس اوف بيديسونايد فورمترول برودوس برونكو دايليتيشن رابيدلي از السالبيتامول از رابيد از سالبيتامول. طبعا ده البلاسيبو ده اللي تحت طبعا نوت كومبارابل, انما اللون الازرق ده كان السالبيتامول وزيه بالظبط الفورمترول بجرعات ال 4.5 و 9 مايكرو جرام بنفس الافيكاسي في خلال 3 دقائق زي ما احنا شايفين باللون الاحمر بيدي rapid onset of bronchodilation. عشان كده الجايد لاينز بدل ما كانت بتقول short acting beta agonist on need اتحولت الى rapidly acting beta 2 agonist وده تشمل معاها الفورمترول but not سالمترول. السيمبيكورت في الاستادي ده هيت قال ان طبعا في faster onset of bronchodilation عن السالمترول في التكازون, وطبعا دي حاجه معروفه عشان احنا عارفين من زمان من الليتريتشر ان الفورمترول بيشتغل في خلال 3 دقائق والسالمترول في خلال نص ساعه, فطبعا في رابيد امبروفمنت في الاف اي في 1 فاستر زان السالمترول. والايرلي افكت بتاع البيدسونايد على انتربو هيلر ديمونستريتد انتي انفلاماتوري اكتيفيتي از ايرلي از 6 اورز افتر ا سنجل دوز. الاستادي زي ما احنا قلنا الانفلاميشن يعني زياده سبيوتام اوزينوفيلز, فشفنا السبيوتام اوزينوفيلز في الحاله دهيت لقينا طبعا ان في استعمال بيدسونايد اقل بكتير سبيوتام اوزينوفيلز من البلاسيبو, وكذلك لما بنعمل برونكو بروفوكيشن بالهايبرتونيك سالاين او بنشوف المين بريدكتد اف اي في 1 بنلاقي ماتش بيتر طبعا في المجموعه اللي بتاخد البيدسونايد عن البلاسيبو. الكونسبت ده مهم جدا الحقيقه ان البرونك الازمه بنمثلها دايما بموج البحر, بتبقى عامله زي موج البحر, فعلا ما تلاقاش حد عنده البرونك الازمه ستيبل, دايما بيبقى كويس يوم اتنين تلاته وبعد كده تجيله ازمه اتاك تبص تلقاه الموج عالي. مع الموج اللي بيعلى لازم تبقى فعلا الكونسبت ده في بالك ان هو لما الموج بيعلى بيعلى معاه, انت مش لازم تفضل عالي على طول علشان تستنى الموج لما تيجي عاليه, ممكن ما تجيش غير بعد شهر. فانت الكونسبت المنطقي انك انت بتفضل مدي المينيمم تريتمنت دوزنج اللي هي كيبنج ذا بيشنت ستيبل زي ما احنا شايفين كده, وبافويد فيها الاوفر تريتمنت بتاع العيان. انا ممكن ادي الدوز دي مثلا بدل ما بدي 160 مايكرو جرام توايس ديلي انا ممكن ادي 320 توايس ديلي, خليني في الامان. شوف الاوفر دوز دي بقى قد ايه, انت كل ده عشان مستني في الاخر لما يحصل اكسسربيشن تشوطها في وشها ال 320. انما انت لو مشيت على ال 160 توايس ديلي وقلت العيان زائد بنكتبها في روشته كده صباحا ومساء زائد عند اللزوم, العيان وانس انه بيحس بالتشست تايتنس او يزيد الكف او النكتورنال سيمتومز بياخد شفطه اون نيد, بيبتدي دي هي اللي بتكسر الموجه بتاعه الانفلاميشن في بدايتها وبتبايباس الانفلاميشن. وفي الاستاذ ديت لقينا ان السيمبيكورت مورنينج اند ايفنينج اند از نيدد بيدينا طبعا فاست اكتنج بيتا 2 اجونست اند ريليف بروفايد رابيد برونكو دايليتيشن اند اديشنال انتي انفلاماتوري كنترول. دي مجموعه من الاستاديز اللي كانت بتقارن الاستعمال بتاع الكومباس ستادي ديت, كانت بتبقى في ريدكشن في 39% ريت اوف سيفير اكسسربيشن في الكومباينيشن بتاع البيدسونايد فورمترول عن السالمترول فلوتيكازون بجرعه 250 مايكرو جرام على 50 مايكرو جرام سالبيتامول زائد اون نيد. استعمال الطريقه اللي قلنا عليها دهيت اللي هي الفورمترول زائد البيدسونايد اون نيد زائد مينتنانس قللت الاكسسربيشن ريت بحوالي 39%. الاهيد ترايل قللت علينا الدوز بتاعت السالمترول فلوتيكازون خلناها 500 مايكرو جرام توايس ديلي زائد شورت اكتنج بيتا اجوس اون نيد قللتها بنسبه 21%, فبرضه كانت احسن البيدسونايد فورمترول عن ال 500 مايكرو جرام من السالمترول فلوتيكازون.
والكوزموس ترايل برضو كان في امبروفمنت في الريدكشن اوف ريت اوف سيفير اكسربيشن عن السالمترول فليتيكازون ب 22%. الكومباس ترايل دهيت كانت بتشوف قد ايه الدوز بتاعت السيمبيكورت انتي انفلاماتوري ريفر زائد مينتنس بتخلينا ادي في الاخر لور توتال دوز من الهيلد كورتيكوسترويد عن الاذر مينتنس ثيرابي. فكانوا بيجيبوا مثلا الفليتيكازون سالمترول ويدوا بجرعه 500 مايكرو جرام بير دي، دي ايكويفالنت ل 1000 مايكرو جرام بيدسونايد بيكلوميسازون دايبروبيونيت، او بندي البيدسونايد فورمترول بجرعه 320 توايس ديلي زائد شورت اكتنج بيتا اجونست النيد، او بندي ال 160 مايكرو جرام توايس ديلي زائد النيد. تخيلوا ان البريباريشن بتاع 320 توايس ديلي زائد شورت اجونست النيد كان برضو في امبروفمنت او اقل دوز في الانهيلد كورتيكوسترويد ب 25% في ال 160 عن ال 320 وعن ال 500 مايكرو جرام فليتيكازون سالمترول. الاهيد ترايل برضو شافت الانهيلد كورتيكوسترويد دوز وكان فيها 1000 مايكرو جرام يعني 500 توايس ديلي من الفليتيكازون سالمترول على ال 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 160 توايس ديلي، برضو كان في امبروفمنت ب 38% في اللور دوز من الهيلد كورتيكوسترويد. وده يدل طبعا على ان انا بيبقى ده كله اقل في السايد افكتس وما بستعملش اوفر دوز من غير لازمه. الاستاديز دي ديفرنت استاديز بقى مع ديفرنت مولكيولز كانت بتشوف الريديوست ريتس اوف سيفير اكسسربيشن والسيمبيكورت انتي انفلاماتوري ريفر بلس مينتنس ان مودريت تو سيفير ازمة. اللون الطوبي ده اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو بيتسونايد فورمترول مينتنس اند ريليفر اون نيد. فبقيه الالوان بقى كان البيدسونايد بس معاه شورت اكتنج بيتا اجونست، في ريدكشن في الاكسسربيشن ريت ب 76% مع السيمبيكورت توايس ديلي زائد اون نيد، كان ان كومباريزون مع البيدسونايد فورمترول زائد شورت اكتنج بيتا اجونست باللون ده، برضو كان في امبروفمنت ب 53% ريدكشن في الاكسربيشن ريت. السمايل ترايل كان الشورت اكتنج بيتا اجونست معاها البيدسونايد فورمترول برضو ماتش بيتر 48% وهكذا. في كل الاستاديز كان ماتش بيتر امبروفمنت في الاكسسربيشن ريتس لما بستعمل الفورمترول بيدسونايد توايس ديلي بلس اون نيد. مش كده وبس، ده كمان في الريل لايف ستاديز لقينا ان حوالي الاز نيدد ميديكيشن يوز واز جنرالي لو اند ذا ماجوريتي اوف استعمال على مدى سنه كامله كان حوالي 61-66% قعدوا ريليفر فري دايز. يعني انا باخد من السنه حوالي 60% ما بستعملش منها فيها ريليفرز خالص. طيب لو انا هدور على الناس اللي بيستعملوا اربع مرات ريليفر في اليوم او اللي هو الفورمترول بيدسونايد اربع مرات في اليوم از ريليفر من الدسني اللي بتجي لهم، هنلقى العدد ده من 1-3% بس من كل استاد على مدى السنه. يعني عدد قليل جدا. ان في بعض الناس بتيجي تقول طب انا هدي العيان بتاعي واحد الصبح واحد بخ الصبح بخ بالليل زائد اون نيد، دي ناس اجنورانت وناس مش هتعرف تستعمل صح وانا بدي السلاح الغلط للعيان وممكن هو يضر نفسه. بتلقى ان هو لا، هو ماشي صح وفعلا ما بتتعداش النسبه 1-3% بس هم اللي بيستعملوا اكتر من اربع بخات في اليوم اون نيد. الجينا جايد لاينز 2020 طبعا زي ما احنا شايفين لغت تماما استعمال الشورت اكتنج بيتا اجونست اون نيد، زي ما احنا شايفين كده مفيش مش هتلاقي شورت اكتنج بيتا اجونست النيد، وبقى الاستعمال هو لو دوز اي سي اس فورمترول هو الموست ريكومندد. حتى يعني ان احنا في الايرلي ستيجز ان انا بستعمله ممكن اون نيد بس في الانترميتنت ازما والمايلد ازما، ممكن استعمل الفورمترول بيدسونايد اون نيد ما استعملوش مينتنس اساسا جاست اون نيد. انما زي ما احنا شايفين كده ما تلقاش فيه الشورت اكتنج بيتا اجونست از نوت ريكومندد في الجينا جايد لاينز نسخه 2020. قالوا ان طبعا المكتوب ده كان ده في الانسرت ليفلت، يعني بنشوف الماكسيمم دوز، الشركه بتشوف الماكسيمم دوز، فتلاقي ان الماكسيمم ريكومندد توتال دوز انا ادي كام بخه اون نيد. انا خلاص قلت العيان خد الصبح وبالليل زائد عند اللزوم، يعني ينفع اخد مثلا 10 بخات
عند اللزوم، فتلاقي ان هي 12 انهيليشن ببيزونات فورمترول الجرعه بتاعت 160 على 4.5 هي ديت الماكسيمم ريكومندد دوز، دي اللي اتعملت عليها ستادز ونقدر نعمل لها ريكومنديشن. يعني لو هياخد بخه الصبح وبالليل يبقى معاه 10 بخات على مدار اليوم عشان يبقى ده الماكسيمم دوز. الحاجه الثانيه برضو اللي جينا جايدلاينز اتكلمت فيها البيكلوميسازون فورمترول، ده برضو عليه ستادز، وفي برضو الانسرت ليفلت بتاعت الشركه قالت ان الماكسيمم ريكومندد دوز 48 مايكرو جرام فورمترول اللي هو 6 بخات اوف بيكلوميسازون فورمترول التركيز ال 100 على 6. To summarize, الأزمة is a chronic inflammatory disease with day-to-day variability in symptoms. This is a simplified treatment approach. A reliever treatment taken as relief to relieve symptoms, a short-acting beta-agonist monotherapy زائد inhaled corticosteroid والفورمترول. دي الحاجات اللي احنا عندنا، يا إما باخد inhaled corticosteroid ومعاه فورمترول، يا إما باخد short-acting beta-agonist. المينتنس تريتمنت عارفين الكلام ده من زمان، انهيلد كورتيكوسترويد تو كنترول اندرلاينج انفلاميشن واللابا فور برونكو دايليتيشن، وبتعمل سينرجي مع الانهيلد كورتيكوسترويد تو بوتنشيت ايتش اذر اكشن. الشورت اكتنج بيتا اجونست البيشنتس بريسكرايبد اكتر من 3 كانستر من الشورت اكتنج بيتا اجونست بير يير هاف ان انكريزد ريسك اوف هوسبيتاليزيشن اورال كورتيكوسترويد ومورتاليتي. والازمه سيمتومز درايف شورت اكتنج بيتا اجونست اب تو ان اكسسربيشن، هاويفر شورت اكتنج بيتا اجونست داز نوت تريت ذا اندرلاينج انفلاميشن، والكلام ده احنا عارفينه وشفناه من الايرلي ترايلز بتاعت زياده الاكسيلد نيتريك اوكسايد. انما بقى الانهيلد كورتيكوسترويد فورمترول وركد از كويكلي از السلبيتامول، فانا كده خدت الماكسيم برونكو دايليتيشن مفيش نقص في الموضوع. البيدوسينايد ديمونستريتد انتي انفلاماتوري اكتيفيتي از ايرلي از 6 اورز من السنجل دوز. المين اكسهيلت نيتريك اوكسايد والانتي انفلاماتوري ليفر واز لوور كومبيرد للشورت اكتنج بيتا اجونست، ولذلك راحت تجينا جايد لاينز شطبلنا على الشورت اكتنج بيتا اجونست وقالت اللي يستعمل كومباينيشن البيدوسينايد فورمترول توجذر. دي الانسرت ليف اللي نتكلم عليها، وشكرا لحضراتكم لو في استفسار في اي حاجه. شكرا استاذنا الدكتور محمد مصطفى على المحاضره القيمه دي، وبنهني حضرتك على نجاح المؤتمر واللجنه المنظمه، وان شاء الله عقبال كل سنه ان شاء الله. كل سنه وحضرتك طيبين. شكرا يا جماعه. احنا دلوقتي اخر جلسه، احنا بنشكر حضراتكم جدا على وجودكم معانا لحد دلوقتي. عايزين نتصور مع بعض كده في دقيقه، وبعد كده نقرب كده ونتصور مع بعض، ناخد صورة جماعية. بعد كده هستلم مع بعض ان شاء الله الشهادات والشنطة واحنا طالعين. دكتور خالد.